تأكيدا على موقف مملكة البحرين بشأن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم، نعرض عليكم تسجيلا للمحادثات الهاتفية في مارس 2011 بين شخص بدولة قطر هو حمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر والمدعو حسن سلطان أحد الإرهابيين خونة الوطن، وهو من قيادات الصف الأول في حزب الدعوة الإرهابي، لعب دورا تحريضيا في منتصف التسعينيات وكان عضوا برلمانيا هرب إلى لبنان عام 2011 خوفا من القبض عليه. حاليا يقيم في لبنان برعاية حزب الله الإرهابي، يتردد كثيرا على العراق ويتسلم أموالا من الحزب يصرفها على البحرينيين الهاربين والمطلوبين، وهو عضو بجمعية الوفاق الإسلامية المنحلة التي دأبت قناة الجزيرة على استضافة أعضائها ونقل أخبارهم، مما يؤكد بأنها ليست قناة مستقلة وإنما مرتبطة بسياسة الحكومة القطرية. في المكالمة الأولى أكد حمد العطية أنه لا توجد أي قوات قطرية مقاتلة ضمن تشكيلة قوات درع الجزيرة التي عملت في البحرين، وهم فقط بصفة مراقب، معللا المشاركة الإجبارية لقطر بضابطين اثنين فقط بأنها تنفيذ لقانون ملزم بين دول المجلس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله خير يا شيخ. اهلا. بس دقيقة دقيقة أوصل الموبايل للشيخ. لحظة. تفضل. شيخ حسن. وياك شيخنا. الو. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اهلا وسهلا ومرحبا بخليفه. اسف على انا ضربت لك على الخط هذاك ما حد يفيده. تسلم بخليفه. تفضل امر. ما يامر عليك عدو. انا بس استفسرت عن هذا درع الجزيره، ما في قوات قطريه اول شيء، بعدين في اثنين ضباط مراقبين، هذا حسب قانون درع الجزيره، قانون درع الجزيره يلزمنا بالمشاركه في دول المجلس، انت عارف. طيب. احنا هالمره تحفظنا وما شاركنا كقوه. طيب بس في في ضباط اثنين من قطر، ضباط اثنين مراقبين، هذا في اشياء تلزمنا غصب. طويل العمر ابو خليفه، الان الناس بتتعامل، يعني انا ارجو ان تاخذون هذا الموضوع في الحصان، الناس بتتعامل مع القوات كقوات احتلال. شيخ انا مع كلامك، واحنا يعني انا هالكلام يجب اني ما اقول لك، احنا الموضوع دي احنا كقطر متحفظين عليه بسبه علاقه الاخوه والمواطنه، احنا الشيء دي متحفظين عليه ورفضنا المشاركه. انت عارف كقانون درع الجزيره يلزم كل الدول في المشاركه، احنا ضغطنا على انفسنا ما شاركنا كقوه، حاولنا ان ما المساله ما تتطور الى قوات والى طيران يوصل هناك والى طويل العمر. طويل العمر. انا مو مطلع على القانون بالتفصيل، بس القانون اليوم البرلمان الكويتي عنده مشكلة، بيستجوب الحكومة على هذا الموضوع. أنا معاك يا شيخ، أنا معاك وهذا صار واقع الحين. أنت ايش تبيني أنقل حق رئيس الوزراء قبل لا يطلع ولا بعد شوي تبي تكلمني؟ تعطينا أبو خليفة بس نص ساعة لساعة إلا ربع، لأن تعرف يعني هذا الموضوع مو بهالسهولة، يمكن أنه المعارضة قاعدة في اجتماعات والبيت الداخلي الشيء قاعد في اجتماعات، يعني تعرف الموضوع يحتاج الى 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 بلور. اذا تبلور شيء انا اتصل عليكم بخليت. انا انتظر منك تليفون على لحظه. تسلم طويل. اذا الامر بعد ما يجي بكره الليله رئيس الوزراء ومعه سعود الفيصل ويقعدون عند الملك وتبلور بعض الامور، اذا الوضع تطلب انا يمكن بكره اجي وأجي أشوفك ولا أشوف الشيخ عيسى بعد ما أشوف إيش يوصلون حق الموضوع مع الملك والحكومة هناك. نتشرف يا أبو خليفة. حتى أنتوا إذا قالوا لكم من تبوني أنا أجي، تبون يعني رئيس الوزراء يوصلكم هناك، شو اللي تشوفون أنتوا؟ إحنا والله نشوف وجهكم الكريم لنا الشرف، نشوف معالي الشيخ حمد أيضا، إحنا بالخدمة، إحنا نرحب يعني بلدنا، إحنا ضيوفكم أهل البلد. ما في شك يعني تأكد، احنا ما عندنا النزعة ذي لا ذيلة ولا ذيلة، تأكد 100%، أقول لك إياها بكل أمانة. بس
تسلم يا أبو خليفة، تسلم طويل العمر. وسلم لي على الشيخ عيسى وعلى الجماعة كلهم، والله إن شاء الله يطمنهم في بلادهم، والله يفك الأزمة إن شاء الله وتعدي على خير. يا الله سلم غاليكم، سلم غاليكم أبو خليفة. الله يطول عمرك. تسلم، الله يسلم، مع السلامة. في المكالمة الثانية، وضع الإرهابي البحريني مستشار أمير قطر بالتطورات في المملكة وتحديدا إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه يتوقع سيلا من الدماء، ليرد عليه العطية بتسخير قناة الجزيرة القطرية لبث ما يريد. السلام عليكم يا شيخ. السلام أبو خليفة، شلونك؟ الله يطول عمرك. طيب اكيد نتابع التطورات. اي والله. انا اتكلم وياك ابو خليفه، طلبت مني ان انقل اي شيء بالنسبه الى قوات الامن واعلان حاله الطوارئ. احنا نتوقع سيل من الدماء. احنا ما عندنا مانع نطلعها حتى في الجزيره الحين. هاي رسالتنا ان 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 ما يجري اليوم هو بامضاء خليجي. توصل، بس انا ابغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك انا اللي صارت فيها مشاكل، وشي لان احنا ما عندنا مانع. كل قرى خلاص، ما عاد في حمايه للشيعه في البحرين. وهذا صوتنا وصلناه الى مرجعياتنا في النجف وفي قم وفي لبنان. نعم، خلاص ما في اي غطاء اليوم، لا سياسي ولا غيره، اللي قاعد يصير. بس انا شيخ شيخ، نعم انا بس عبي منك شوي لحظه لو سمحت. الحين الظهر الحين منتشرين هالبلطجيه، ولا الجيش نزل، ولا الشرطه؟ لو توضح لي شوي. البلطجيه القوات اللي عندهم سلاح بلباس مدني. أيه. يجوبون القرى. اثنين، الجيش طبعا نازل بعد اعلان القوات. وانا قدامي قاعد اشوف، انا اكلمك من المبنى المقرنة وقدامي قاعد اشوف. وقوات الامن ايضا تمارس كمحور ثالث، تمارس نفس الدور. شيخ حسن، من الشخص اللي انا اقدر اخلي حد يتصل فيه وياخذ منه المعلومات؟ لكن لا، حتى للجزيره ما عندنا مانع. انت يكون باسم ثاني؟ عطني بس دقيقتين ثلاثة رتب الموضوع أبو خليفة. رد عليه خبر ويتصلون بمن؟ الآن عطني دقيقتين ثلاثة وأرد عليك خبر. أوكي، تسلم أبو خليفة. مرحبا. وفي المكالمة الثالثة، أعطى الإرهابي حسن علي لمستشار أمير قطر رقم هاتف المدعو خليل المرزوق ليتحدث على قناة الجزيرة ضمن حملة إثارة الفوضى في البحرين. الو، سلام ابو خليفه. يا هلا مرحبا. الرقم الشخص اللي ممكن يتكلم على الجزيره اذا بالامكان، او يعني تبون ممكن النائب خليل المرزوق اللي هو كان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ويمكن اي شخص ثاني يعني. بس اللي انت تشوفه يعني، اخذوا رقم هذا النائب خليل مرزوق. الان هو ما بيقدر، كان عنده اجتماع في السفاره الامريكيه. ما عليه، كم هو رقمه؟ 396. سبعه. شوف، على كل حال احنا بيكون لنا موقف مغاير، ما عندنا مشكلة، بس احنا نبغي تعاون، معلومات صحيحة اكيدة، ما طلعنا بكرة قدام الناس يعني خبرنا تهورنا في شيء. ها، ما في مشكلة ابو خليفة. ويا ريت في اشياء مصورة بالتاريخ، يعني تاريخ اليوم. احنا مستعدين. نعم، انا بارك وياك بعد شوي ان شاء الله. نعم، خير ان شاء الله. اوكي، الله يسلمك. أما في المكالمة الرابعة، فقد استمر الإرهابي حسن علي بإعطاء مستشار أمير قطر رقم هاتف شخص آخر ليتحدث على قناة الجزيرة ويقدم لها معلومات على مدار الساعة عن حملة إثارة الفوضى في البحرين. ألو، سلام أبو خليفة. يا مرحبا، الله يطول عمرك. ناخذ رقم تاخذون طول العمر رقم الشخص بالنسبة إلى المعلومات. تاخذون هذا الرقم، هذا الشخص، بحيث تقدرون تواصلون وياه القناه، تقدر تواصلوا وياه، يزودها اول باول المعلومات.
دقيقة، وحتى بالأشرطة، إذا كل الأشرطة كل وثائق موجودة. ثلاثة. آخر شيء. هذا الرقم بدون فتح الخط، فتح الخط 973 عندي أنا. إيه رقم فتح الخط. اسمه الشخص هذا؟ اسمه سيف طاهر. الحين نتصل بسيف ولا بالأخ خليل؟ اتصل بطاهر الموسوي الآن. هذا اللي هو سيف طاهر ها؟ لا سيد طاهر، اتصل بطاهر الموسوي، هو هذا إعلامي ومعلومات دقيقة عنده أول بأول. فيقدر يزودها. انا بعطيك خبر ترتيبنا ان شاء الله. شكرا. تسلم طول عمرك. شكرا. لما قال عن درع الجزيرة ان احنا ما قبلنا وما دخلنا، يعني شو نقول بالبحريني؟ بس افا بس. هذا ما لم تتوقعه البحرين ولا شعبها، تآمر وتخطيط وتضليل قطري مشين، كشفته التسريبات الأخيرة في محادثة بين مستشار أمير قطر الخاص حمد العطية والإرهابي حسن سلطان للإطاحة بنظام الحكم في مملكة البحرين، إبان المحاولات الفاشلة التي افتعلتها جمعيات سياسية منحلة تطبق أجندة إيرانية عام 2011. الناس بتتعامل مع القوات كقوات احتلال. شيخ انا مع كلامك، واحنا يعني انا هالكلام يعني يجب اني ما اقول لك، احنا الموضوع دي احنا كغطر متحفظين عليه بسبة علاقة الاخوة والمواطنة. هذه التسريبات عرت النظام في قطر، فكشفت التدبير والحياكة القطرية المخزية لتأجيج الأوضاع الأمنية ومناصرة خونة الوطن خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين عام 2011، وذلك من خلال استخدام قطر لأذرعها التحريضية وتواصلها المباشر والشخصي مع رؤوس الفتنة والإرهاب خلال الأحداث المؤسفة. أنت عارف كقانون درع جزيرة يلزم كل الدول في المشاركة، احنا ضغطنا على انفسنا ما شاركنا كقوة. مستشار أمير قطر أكد في التسريبات أن قطر شاركت صوريا مع قوات درع الجزيرة خلال دخولها البحرين عام 2011 لحماية المنشآت، حيث شاركت بضابطين مراقبين اثنين فقط، وأنها رفضت المشاركة والوقوف بجانب أشقائها. كما سرب العطية معلومات هامة وخطيرة للإرهابيين في البحرين لتسهيل قيام المخربين بعملياتهم في البحرين، متنصلين بذلك من أدنى صور الوفاة والأخوة التي ربطت دول المجلس 37 عاما. من الشخص اللي أنا أقدر أخلي حد يتصل فيه ويأخذ منه المعلومات؟ كان لا حتى للجزيرة ما عندنا معنى، بس إحنا نبغي تعاون معلومات صحيحة أكيدة، ما طلعنا بكرة قدام الناس يعني خبرنا تهورنا في شيء. ما في مشكلة بخلي. لم تكتف القيادة في قطر بذلك، ولكنها كانت تطلب من الإرهابيين في البحرين أن يمدوها بالتصوير والمعلومات الكاذبة والمغلوطة لتستخدمها كمادة إعلامية لأداتها قناة الجزيرة، فأنتجت الجزيرة الأفلام الوثائقية الكاذبة ونشرت الأخبار المغلوطة وشحذت كل قدراتها لتضع البحرين في تلك الأزمة. قطر التي دعمت إرهابيين وخونة في البحرين لم تضع في حسبانها أن مملكة البحرين وبالتفاف الأوفياء من مختلف فئات شعبها حول قيادتهم الرشيدة استطاعت وبحمد الله أن تتجاوز هذه المحنة، مطيحة بذلك بكل المؤامرات والخيانات التي قادتها الجماعات الإرهابية المدعومة إيرانيا وقطريا.